السلام عليكم واهلا وسهلا ومرحبا بكم دائما في قناتي مع لي ديليس دو هجربال. اليوم غادي نديرو واحد اون بون سالاد بالكالامار كات جديده وكلها فيتامينات. ونبداو عندنا تفاح، عندي المونغ، عندي لافوكا اللي غادي نقطعهم على هذا الشكل هذا، وانتم لكم الاختيار في تقطاع ديال لي فروي بطبيعه الحال. من بعد غادي نعصر على التفاح ولافوكا، فقط هما اللي غندير ليهم الحامض، لانه كتعرفوا التفاح دغيا تيكحل ولافوكا حتى هي كتكحل، فمن الاحسن عصر عليهم الحامض. بالنسبه للمكونات عندي الخس، عندي كالامار، وعندي طوماط سوريز، وواحد طريز ديال الثومه باش غادي نشحر هذاك الكالامار. كناخذ مقله بطبيعه الحال، كنضيفها شويه الزبده وشويه زيت الزيتون والثومه، مجرد ما تذوب لي غير شويه ديك الزبده ويسخن ليا الزيت كنضيف يعني ما كنخليش ديك الثومه تحرق نهائيا، كنضيف الكالامار وحتى هو راه ما تنخليهش يطيب. كتعرفوا الكالامار والكروفات ما تيطيبوش بزاف باش ما يقصاحوش، مجرد ما تيتبدل اللون صافي كنطفي عليه. هنا غادي ندير غير شويه الملحه شويه البزار، وضروري ما نعصر واحد شويه ديال الحامض فوق من الكالامار. كيف ما تشوفوا راه ما تنخليهش يتحمر بزاف ولا يتقلى. صافي دابا هنا غادي نعصر عليه الحامض، ودابا غادي ندوزو للدريسينغ ديال السلطه اللي غادي نوضع الخس بهذه الطريقه هذه. هنا وضعت التفاح، ومن بعد غنبدا نوضع يعني باقي المكونات على الطريقه هذه، وانتم لكم الاختيار في الدريسينغ ديال السلطه ديالكم. هنا غنبدا نوضع المونغ، هنا من بعد ما قطعت الكالامار انتم لا بغيتو تخليو دي غوندير خليو، انا قطعتو. ثم غادي نبدا نوضع لافوكا، وفي الاخر غادي يبقى ليا غير طوماط سوريز. كيبقى ليا واحد لاتوش فينال، دائما كندير انايا شويه ديال المعدنوس. من بعد غادي ندوزو للصوص، صوص فينيغريت يعني عاديه بزيت زيتون مليحه البزار والحامض من الاحسن، لانه الحامض كيتواتى مع لي فروي دو مير. وصافي تنخلطو مزيان هذاك الصوص حتى كيتغير له اللون ديالو، تنرافقو مع السلطه ديالنا بطبيعه الحال اللي كنتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم وتعجبكم، وخفيفه وظريفه ومفيده في هذا الشهر المبارك الكريم. وكنتمنى ان تعجبكم، والله يخليكم ما تنسوش اللايك، لانه بزاف اللي تيشاهدوا ممكن الفيديو تينساو انهم ما يديروا اللايك. وبارطاجيو عفاكم مع اصحابكم مع عائلتكم، ونتمنى انني نكون عن حسن ظنكم ويكون وصفاتي كيعجبوكم. والى وصفه قادمه ان شاء الله، مع الف سلامه.